السلام عليكم بنات، صافا لاباس عليكم؟ كنتمنى كل وحده فيكم تكون كتشوف الفيديو تكون في احسن الاحوال وفي قمه النشاط والحيويه والسعاده كذلك. المهم في هذا الفيديو البنات بغيت نشارك معكم بعض المنتوجات اللي خديتها مؤخرا، وهذه المنتوجات صراحه اغلبيتها خديتها اول مره، يعني هذه المنتوجات كنت خديتها غادي نجربها لاول مره. وهذا الفيديو صراحه راني مصوراه من شحال هذه، يعني راه تقريبا شي 20 يوم، وكنت ما بغيتش نحط الفيديو حتى نجرب هذه المنتوجات ونعرفها كيفاش دايره، ومن بعد غادي نعطيكم الراي ديالي على كل منتج. يعني بصراحه وصراحه تفاجأت في بعض المنتجات، ما ظنيتش انها غادي تكون بهذه الجوده اللي لقيتها فيها، رغم الثمن ديالها اللي هو شويه يعني قليل. فاول منتج غنبداو به فهذه هيمالايا اعشاب اللي دخل مؤخرا المغرب، هو منتوج عربي 100% يعني 100%. وصراحه بيني وبينكم انا كنت حاقراه، لانه بما انه منتوج عربي انا كنت كنقول لا غادي يكون دون المستوى ولا هذا، ولكن تفاجات صراحه تفاجات بزاف منين جربته. هذا غسول نيم للوجه، غسول يومي، مني جربته روعه زوين بزاف. كيحتوي على النيم والكركم، وكيناسب البشره العاديه الى الدهنيه والبشره المختلطه، والبشره ديالتي صراحه كنظن انها مختلطه يعني ما بين عاديه ودهنيه. هو يعني ممتاز، عباره على جيل لونه اخضر شفاف، ريحته اقرب ما يكون لريحه المطهر الطبي. ومذكور على المنتج ان العناصر الفعاله هي عشبيه 100% وهي خاليه من الصابون، وبالتالي فهي لا تسبب تهيج وتحسس البشره. وهذا الغسول الثاني كيحتوي على المشمش والالوفيرا، هو غسول يومي للتقشير، وكذلك كيف ما قلت لكم فهو لا يحتوي على صابون، وتقريبا اغلبيه المواد الفعاله اللي فيه هي عشبيه وطبيعيه 100%. اذا هذا كنصحكم بها البنات، فعلا انا جربته وعجبني بزاف، والثمن ديالو اش غنقول لكم ما بين 50-58 درهم الواحد، وكانت بروموسيون خديتهم بجوجهم ثمن واحد، يعني انا بالنسبه ليا كانت بونافير وما ندمتش عليها. المنتج الاخر هو لوكس، هذا اش غنقول لكم روعه حتى هو، وريحته غزاله بزاف، منعش، يعني كتحسي بواحد الراحه منين كتستعمليه في الاستحمام ديالك. حتى هو اول مره خديته وما ندمتش حيت خديته صراحه، لانه زوين بزاف. هذا لوكس سحر الجمال، هذه القرعه هذه فيها 500 مليلتر، وصراحه ما عقلتش على الثمن ديالها اكزاكت، ولكن ثمن مناسب بزاف وثمن زوين. وبالنسبه لهذا الشامبون هذا اللي هو هيربل اسنس، حتى هو زوين، ما بيش ما غاديش نقول لكم واعر، ولكن صافا زوين، عجبتني ريحته. اختاريت هذا الغوز هذا واخا هو خصيصا للشعر المصبوغ، انا شعري ما مصبوغش، ولكن عجبتني ريحته بزاف، ريحه غزاله فيه، صافا لي ما بيش. بالنسبه لي انا ما حسيت حتى شي فرق وانا كنستعمله في شعري، صافا يعني مزيان في جميع الاحوال. بالنسبه لهاد لي كوتون ديسك اللي كنحيدو بهم الماكياج، اول مره غنختار هاد لا مارك ديال مرجان اللي هي خاصه بمرجان، زوينه حتى هي مزيانه، يعني ما حسيتش بشي فرق ما بينها وما بين لي مارك الاخرين اللي مول فيه كناخذو دائما. زوينه فيها 70 قطعه، شنقول لكم هذه خديتها بثمن حتى هي زوين بزاف، كنظن ما كاملش 10 دراهم الا بقيت عاقله. وبالنسبه للمنتج الاخر اللي هو ريكسونا سبراي، هاد ريكسونا بيني وبينكم شحال هادي كنت ضربت عليها في خطره، كنت كنستعملها شحال هادي اش غنقول لكم راه بزاف، صافي تقريبا شي سيزون هكاك، شي 6 سنين 7 سنين ما عقلتش، المهم ما كانتش كتعجبني في داك الوقت وضربت عليها ما بقيتش كناخذها. كنت اكتفيت غير بالديودورون ستيك او ديك اللي كتشبه للصابونه ديال نيفيا وديال دوف، هادوك ممتازين.
ولكن اليوم لقيت واحد البروموسيون في هاد ريكسونا، لقيتها بجوجهم ثمن واحد، و يعني ثمن زوين بزاف كيشجع، وكل شيء كان كيشكرها تيقول هاد ريكسونا الاخرى اللي خرجت دابا راه زوينه، وقلت علاش لا ما نجربهاش. وفعلا فاش جربتها لقيتها بانها زوينه، يعني تحسنوا بزاف من ناحيه الجوده، عجبتني يعني سورتو هادي هاد الخضره هادي بالالويفيرا جو كوا، ريحتها زوينه بزاف. وبالنسبه لهذا اتريكس، ومن لا يعرف اتريكس، هذا منتج قديم، انا غير بغيت نشير لكم ان هاد اتريكس هذا ما كيخطانيش، ومني تيخطاني كندم عليه. منين تنبدلو بشي منتج اخر واخا يكون غالي، وصراحه درتها شحال من مره وكندم عليه وكنرجع لهاد اتريكس، لانه فعلا غزاله البنات ثقوا بيا، هذا كيخلي اليدين رطبين بزاف، وكيحتوي على الجليسيرين وكيرطب، وفيه الحامض حتى هو يعني ممتاز، كيرطب وكيفتح البشره ديال اليدين. بالنسبه لهاد لابغوس هذه الخاصه بالوجه، لقيتها حتى هي في مرجان، خديتها قلت ناخذها نجربها. كانت عندي وحده ديالتي ومشات ليا، ما عرفتش فاش مشات، وقيله في ديميناجمون ملي كنا كنتحولوا ما لقيتهاش من بعد، قلت ناخذ هذه. مي بيني وبينكم ما عجبتنيش، جاتني قاصحه شي شويه، جاتني بحال اللي حرشه حرقاتني شي شويه في وجهي، وما رديتش البال. بعدا لقيت ليها هاد الغطاء ديالها، لقيته مهرس مشقوق شي شويه. هذه خديتها ب 20 درهم، ولكن ما عرفتش واش غير انا اللي حسيت بها حرشه ولا هي هكاك، ما عرفتش. المهم ماشي شي حاجه زوينه بزاف. بالنسبه لهاد لي بروس هادو، ديال الوليدات الصغار، عجبوني، كان ثمنهم مناسب، ثمنهم كان رخيص ما غاليش، وبجوج بيهم وبنين حليتهم فعلا رطبين بزاف، سوبل وغزالين غزالين، حتى ديك المسكه ديالهم، ديك اليد ديالهم، الشده ديالهم زوينين بزاف. يعني واخا لا مارك ما معروفاش بزاف، ولكن كاليتي واعره. نجيو دابا لهاد ليلاس. هاد ليلاس اول مره غادي نستعملو، معمرني ما زعمت عليه، اول مره غادي